احتفت جامعة العرب بمدينة المقلة بتخرج الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان وقسم الصيدلة، والدفعة الثانية من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات. تفاصيل الحفل في هذا التقرير. استمرارا للحراك الاحتفالي لإنهاء طلاب الجامعات عامهم الجامعي 2021-2022، احتفت جامعة العرب بالمكلا بتخرج عدد من طلاب وطالبات الدفعة الأولى من كلية طب الأسنان وقسم الصيدلة، والدفعة الثانية من كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وسط أجواء فرائحية بهيجة. شعور أول شيء يعني غامر بالفرحة، ما شاء الله، يعني ما كنا يعني مش متخيلين أن احنا بنوصل للمرحلة هذه، ولكن يعني بفضل الله وشكرا أن احنا وصلنا وخرجنا شهادة البكالوريوس رغم يعني الصعوبات والمعوقات اللي صارت لنا، لكن يعني قاومنا بكل ما أتينا من قوة، والحمد لله أن احنا استطعنا التخرج. كانت سنوات عصيبة نوعا ما، خاصة أنه احنا أول دفعة طب أسنان في حضرموت، لكن الحمد لله مرت. الحفل شهد حضور رسمي من قبل الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي، والذي بارك للطلاب تخرجهم بعد سنوات من العطاء والمثابرة والتحصيل العلمي، مؤكدا بأن هذه الكوكبة من الأطباء سترفد المستشفيات والمرافق الصحية بالعناصر المؤهلة وفتح الآفاق أمام الاستثمار، حاثا الخريجين على البذل خلال العمل وتطبيق ما تلقوه خلال دراستهم في الجامعة في مختلف التخصصات المساهمة في عملية البناء والتنمية. سعيد جدا أن أحضر اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من جامعة العرب في تخصصات مختلفة. هذه الجامعة التي جاءت نتاج لتعاون أو لضرورة الاستثمار في التنمية البشرية من القطاع الخاص. حضرموت الآن تحظى بكثير من المقومات الجاذبة للاستثمار. هذه الجامعة كنا لازمين لكل بداياتها ولكل التطورات الحاصلة فيها، والتي نستطيع أن نشيد فعلا بما يعتمل فيها، ونقول بكل ثقة بأن القائمين عليها يبذلون جهود إضافية، جهود نوعية لجعل هذه الجامعة في مركز يليق بمحافظة حضرموت. الجامعة منحت خلال الحفل الدكتوراه الفخرية للشيخ عبد الله بن دول نظير جهوده في المجال الإنساني والمسؤولية الاجتماعية، كما شهد الحفل فقرات إبداعية وكلمات ثمنت حجم هذه الكوكبة التي سترفد المجتمع بعطائها في بلد قلت فيه فرص العمل وازدادت معه معاناة المواطنين.